كمان حرص مجلس إدارة الزمالك أنه هو يعرض ملف اللاعب حمدي النجاز على البرتغالي فيريرا عشان يتم حسم التعاقد مع اللاعب من عدمه. قرار طبعا مجلس إدارة نادي الزمالك جه بعد ما تواصل اللاعب مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على في الكرة هو يرجع لصفوف الفريق في نهاية الموسم، وأكد اللاعب لأمير مرتضى أنه هو مش هيكون في أي اختلاف على المقابل المادي اللي هياخده مع النادي الزمالك، وبينتظر بس مجلس الإدارة قرار فيريرا بخصوص اللاعب سواء بقى بالتعاقد معاه في الفترة اللي جاية دي أو إغلاق الملف ده تماماً.